نروح مع حضراتكم بقى لمركز من أهم المراكز طبعا في التشكيل، وهو مركز حراسة المرمى. النهاردة هيكون في غياب لمحمد الشناوي زي ما قلنا لحضراتكم بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وهيكون البديل ليه هو محمد أبو جبل، هو الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر في المباراة. طيب هل محمد أبو جبل هيستغل وجوده النهاردة في المركز ده؟ وهل هيحسن صورته أمام كل الجماهير؟ وهنا لما بقول الجماهير بقول الجماهير المصرية، جماهير منتخبنا المصري. ليه بقول كده؟ لأن أنت لما نتائجك بتكون مع نادي الزمالك، النادي اللي أنت بتلعب فيه جيدة، الجماهير المصرية هتطمن وهتكون يعني مش مدية أخوانا خالص، هتكون طول المباراة حتى ثقة فيك، متأكدة أن أنت على قدر المسؤولية، متأكدين أن أنت راجع بطموح بإصرار بروح مختلفة بعزيمة. عايزين نرجع نشوف محمد أبو جبل اللي شفناه في كأس الأمم الإفريقية، ده الطبيعي، ده اللي لازم، ده اللي الجمهور المصري معتاد عليه ومنتظره ومستنيه. طيب نستعرض معاكم ليه احنا بنقول كده، بنقول كده علشان نعرفكم على أرقام محمد أبو جبل مع الزمالك في الموسم الحالي. أرقام محمد أبو جبل في هذا الموسم مع نادي الزمالك، لعب 22 مباراة واستقبلت هدافه واستقبل أهداف 22. طيب شباك نظيفة 10، التسديدات على المرمى 73، تصدي التسديدات 53، الانفرادات 7، التصدي للانفرادات 4، التصدي لركلات الجزاء 0، العرضيات 315، والتعامل مع العرضيات 38. دي أبرز أرقام محمد أبو جبل مع نادي الزمالك خلال الموسم ده كله، وطبعا يعني كان بيتخللهم كأس الأمم الإفريقية في التوقيت اللي انتعش فيه محمد أبو جبل ورجع بمعنويات مرتفعة، ولكن للأسف منذ رجوعه أيضا وانضمامه لنادي الزمالك مرة تانية في المباريات اللي كانت بعد البطولة على طول، ابتدينا برضو نشوف مستوى مش على ما يرام. أعتقد النهاردة هتكون بمثابة فرصة جيدة جدا لمحمد أبو جبل إن هو يرجع ويقول للناس كلها أنا لسه موجود، أنا لسه بتألق، خلي ثقتكم فيا. وأعتقد إن الحاجات دي ليها علاقة بحاجات كتيرة جدا جدا يا يحيى، طبعا بتكون نفسية، بداية من نفسية اللاعب الأول.